كل شيء، كل شيء بسوريا مشتقت له، يعني للأخ، للأخت، للعم، للخال، للجار، للشارع، لزحمة فرن الخبز. تروح الصبح نشتري الخبز، نروح نشتري الخضرة، صرفة المدارس، روحة الطلاب على المدارس، كل هذا نشتاق له ونحل له. كل شيء بسوريا غالي علينا، كل شيء بسوريا غالي يا ابني. أنا وقت بتذكر لحظات السجن بتذكر أخي. إنسان كثير طيب. الجريمة اللي ارتكبها إنه كان يوزع يساعد الناس فقط. كان ما ياكل هو بالليل وما ينام بالليل مشان يروح يوزع الأكل للناس. هاي الجريمة اللي ارتكبناها نحن كأشخاص، بس للأسف النظام ما عنده هيك ناس تشعر إنه الناس ما بتشتغل غير لأنه عندها إنسانية فقط. إذا بدي أحكي لك على العذاب اللي تعذبناه بسوريا والعذاب اللي أكلناه بالسجن، ما بعتقد ممكن يتخيلوا أو يتصوروا العقل البشري. أنا كنت بوس إيده للضابط والمحقق اللي كان معي مشان يقوسني وأنا بسجن مشان أرتاح. يعني أنا أطلب الراحة بالموت بس ما أقدر لاقيها. هي بشكل كتير مختصر. ما نحن ما هربنا من بلدنا لأن سوريا صفت غابة، الحيوانات ما بتقدر تعيش فيها، لا كهرباء لا مي لا أمن لا أمان، ما بتعرف مين بدك تحارب، بوجه مين مننا نوقف ما تعرف، قاعد مسكر حالك الباب مانك سلمان هيك. يعني نعاني من نظام ومن داعش، يعني مو رضيانين الاثنين، ما رضيانين، يعني صفت بوقت انه اي منطقه بدك تقعد فيها بدك تكون معه، مع الفئه اللي قاعد فيها انت. داعش بدك تصير داعشي، النظام بدك تصير شبيح، تقتل ابن حارتك، ابن عمك، ابن خالك. ايه كان عندي معمل كمان خياطه، صنع فيه لانجوري عرايسي كمان. المعمل الخياطة راح والبيت راح وكان مستودعي كمان راح، فطلعت من سوريا لا صفى عندي لا بيت ولا شغل، وحتى المال لا يوجد مال صفيان. ابن عمي وولد عمي ثلاثة استشهدوا وأخوي. يوم نجى الصاروخ طاير وسقط، التمت وراه صاروخ يعني النوم. يوم التمى الصاروخ راحوا ليشوفوا محل مكان اللي التمى الصاروخ، هم بالبيت فاتوا ليشوفون الصاروخ وين التمى، سقط النوم صاروخ، فتصوروا.
يعني هسه شو عم تشوفوا شيء على التلفزيون بس بتشوفوا يسع يعني وقت واحد بكون بشوف يعني كيف بدي اقول لك مثل قدامك شيء غير وقت بتشوفي على التلفزيون. اخويا رب ترجع سوريا كويسه بس سوريا هلا خربت خلص ما الله سوريا. الشيء اللي يغضبني يعني بسوريا كنت دائماً وين ما بروح وين ما بجي بشوف المجروحين بشوف المقتولين بشوف الدم كل يوم بسمع خبر يعني إنه يعني عز ناسي كلها ماتوا بهالحرب يعني ما ضل حدا يعني مثل العادة بالحرب. أنا إيه بعمري صغيرة بس حاسة حالي أكبر من مرة أنه يعني فوق 40-50 سنة من كثر ما شفت هموم و... ما بعرف وينه مع سيارته أخدوه مفقود معي ورقة المفقود جايبتها معي. والله مو كنت عايشة لا ما كنت عايشة بسوريا. خالاتي أخوالي أخوالة لماما أولاد أخوالة لماما كمان ميتين شي قنص شي قذيفة دبابة اللهم صل على شي اللهم صل على اعتقالات تحت في ثلاثة ماتوا تحت التعذيب والبقايا هدول من عائلتها لأمي يعني. طلعنا قالوا في عالم متوفاين طلعنا قالوا انكم يعني واحد هو واحد منهم. على طول كان قلت نبقى انا وبناتي لحالنا على طول على طول واخر شيء ضلينا لحالنا. لأن لما طلعت من القامش لي حسيت حالي ميتة يعني حسيت بشعور كثير غريب. وفي بحور قدامنا وبلاد بعيدة خفتوا إيه؟ خفتوا كتير. أو غير اقتصار رح يكون قارب صيد بالأحرى عم يركبوا فيه 30 و40 و50 إنسان عم يدفشون للموت حقيقة. غرقنا نحن أول مرة تراجعت شفت الموت بعيون أولادي بقلب البلم كمان رديت رجعت قعدت بالبلم وجينا لهم وغرقنا كمان. لما فقع نزلت العالم كله بقلب المي صرت مثلاً ما في حدا ما دغري إجا مين مثلاً بوليس اليوناني إجا أخذنا وأخذنا عشة صغيرة بس كان يعني 5 دقايق زيادة كانت العالم كلها ماتت بس كنت خايف كان مثلاً نحن 6 أولاد كنت خايفة على أخواتي الصغار بس هيدا هو كان خوفي كله على أمي وبي بس مشان هيك قلت يعني إذا صار شيء لا سمح الله إنه تكون موت سريعة لأنه ما حد راح يفطن بحدا. Thank you.
أخاف كان أولادي يموتون قدامي. Έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους λίγα μέτρα από τις ακτές μας. Έχουμε δει μικρά παιδάκια να μένουν χωρίς τις μανάδες τους, μανάδες να χάνουν τα παιδιά τους. Και αυτό δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Γι' αυτό σε αυτό το νησί αντιπροσωπεύει την ελπίδα, αντιπροσωπεύει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και εκεί εμείς πρέπει να φανούμε αντάξεις στα μάτια τους, ότι εδώ πια μπορούν να σχεδιάζουν ξανά το μέλλον τους και αυτή η ζωή να είναι ευτυχισμένη, να είναι επιτυχημένη. كلمة لاجئ هي حقيقة هي صعبة، يعني صعبة على النفس. كلمة لاجئ يعني أنت إنسان درجة ثالثة، رابعة، خامسة، ما بعرف شو بدي أقول لك. صعب، حقيقة صعبة. ما لي بلد، مقطوع، ما حدا بيطالب فيي، كأني نازل من كوكب تاني، ما حدا بيطلع فينا. لا بحس أنا حالي هاي بتجربة عظيمة، إني عم بشوف العالم على حقيقته، طبعاً عالم المتحضر، شلون الإنسانية تعني لهم شو؟ هي قيمة ما تقدر بثمن يعني. ما بالعكس أنا بفتخر إني أنا لاجئ. من أهلي بنوع الثافي، طول بحبك نجافي، من أهلي بنوع الثافي، يهوى البارود عكتافي، يهوني نقعد حارس عني. نعيش فيه، نحن ما نرى ما بنحب نكون عالي على حدا. نحن كشعب سوري بشكل عام بحب العمل، بحب الشغل. ما بنحب ناخذ من حدا مساعدات. لكن ظروف للأسف إنه خلتنا نصل لهيك مرحلة. يعني أنا هلا مستقبلي كله لبناتي، تاريخته كله لبناتي المستقبل تبعي. بدي يصيروا أطباء. انه مثلا اللي ايامات اللي قضيتها مثلا كليات التعب والتعتير بدي اياها هلا تكون احلى، انه اشوفها بنظري انه هلا احلى الايامات اللي مريت فيها انا. خلقي كمان يحكونش اللي صار معنا هيك. ولو قصه ولو فيلم. ولو ايش ما يكون. وبس. الأمل موجود، ما دام الإنسان موجود، الأمل موجود. ما دام في أولادنا يكبروا تيصير كل شيء يعني. فمشان هيك أنا طلعت على ألمانيا وهيك يعني مشان أشوف حياة جديدة، مشان أشوف المستقبل يلي كنت ناطرته أنا صغيرة ولهلا.
يعني هلا انا جوزي عم يستناني واولادي عم يستنوني ما بنسبق الاحداث يعني ما بعرف حابه نروح انا على المانيا كرمال نعيش وكرمال اخواتي لان معهم مرض بس هيك يا بنموت هون يا ما بنطلع على المانيا انا ما بقى اشوف بلدي سوريا مزبوط نحن كسوريين عايشين على أمل والشعب كله عايش على أمل لازم يكون عندنا أمل أمل ببكرة ديننا ما وصانا نقتل بعضنا ما وصانا ديننا نشيل سلاح نقتل طفل نقتل امرأة بلكي هون هيك بالكلمة الهاي الناس تفهمنا تعرفنا ما لنا إرهابيين نحن ديننا إيه ديننا دين سلام دين رحمة دين عطف، دين تسامح، الإسلام محبة. يكفي دم، يكفي يعني خلص في يعني الحكي نسمع نشوف يكفي دم بس. السلام العالم انه هيك لاني فتحت جروحاتي هلا بهالوضع اللي هيك حكيته يعني كنت اول شيء عم بنسى بس هلا تفتحت جروحاتي بهذا الحكي اللي حكيته هلا